الأردن وأبو الكاس المشجع الكويتي المشجع الأردني الكبير الذي قدمه لنا أيضا الكيالي هنا في قنوات الكأس بشكل رائع. إذن رحم الله محمد الكيالي والشاطر حسن عبد الفتاح عديد اللاعبين والنجوم. تاني من جديد لعبت حظه كويس عدت على خير استلام تحت ضغط لا لمسة واحدة إلى موسى التعمري لكن قفل عليه محمد صدام 19 سنة وادي على طول اختراق من العمق إلى موسى التعمري هدف أول يا موسى هدف أول يا موسى هدف أول يا موسى عظيم يا موسى نعم 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 مدفع الإفطار مدفع الإفطار اضرب وضرب ضرب المدفع وفرحة فرحة 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 سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله بين الجماهير يتقدم الجماهير يؤازر يشجع يساند وجوده فخر وعز للفريق ما فيش كلام وموسى التعمري لم يتأخر مع ضرب مدفع الإفطار ليفطر الجمهور جمهور النشامة على هدف مركة موسى التعمري عدى ومر وفات نعم 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 ليسجل أول أهداف اللقاء حلوة 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 من إبراهيم سعادة إبراهيم سعادة يجلب السعادة وموسى التعمري كالعادة خارق للعادة الله 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 الله, الله, الله. عملوها النشامة وسجلوا أول أهداف اللقاء كان في اليمين أو راح في الشمال بين الخطوط أوفسايد ولا إيه حكم يقول العب تعود من جديد هجوم معاكس فرق السرعة 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 حارس المرمى بعيد قوي لكن في الوقت المناسب برافو يزيد أبو ليلى برافو يزيد أبو ليلى كان مستني شوية عايز يشوف الموقف هيكون إيه عشان ما تتعملش من فوقه وادي الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني ضربة جزاء ضربة جزاء مع صدق الإصرار والترصد نعم ضربة جزاء لصالح النشامة وغريبة يا كورة أحوالك شمالك راح على يمينك ويمينك راح على شمالك في اللعبة الأخيرة كانت هجمة لمنتخب باكستان تفوق يزيد أبو ليلى تحولت إلى هجمة معاكسة يزن النعيمات وضربة جزاء بقرار من حكم اللقاء الحكم نيفون روبيو فرصة ل ضربة جزاء للمنتخب الأردني ودي يزن النعيمات يسجل الثاني للمنتخب الأردني النشامة يتقدمون النشامة يبدعون النشامة يتفوقون النشامة إلى المركز الثاني ينظرون نعم الآن منتخب الأردن في المركز الثاني بعد السعودية وقبل طاجكستان إذن هدف لموسى التعمري وهدف ليزن الناعمات من ضربة الجزاء 2-0 للأردن 2-0 حطها بقوة الحارس راح معاها لكن حطها بقوة في عدد المراكز 21 مركز وأصبح منتخب قطر تصنيف 37 والخامس على العالم منتخب الأردن تصنيف 70 على العالم فرصة تاني ضربة جزاء ولا إيه فرصة تاني ضربة جزاء ولا إيه لكن لا فارق القوة وهنا تلاحم اعتبر الحكم تلاحم عادي وأنا شايفه تلاحم عادي الحقيقة عادي منتخب الأردن أدي يزن النعيمات توقيته كويس قطعت راحت فرصة المنتخب الباكستاني ولكن على طول تروح برضو لسه الفرصة مستمرة فرصة مستمرة ولكن ضغطوا تصويب الله 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 نعم لعبة هي الأخطر حاولة تاني من جديد وكل مادة ما بتبقى في الصعوبة لأن بتحتاج إلى مصروفات بتحتاج إلى رأس مال بتحتاج إلى مال كرة القدم لعبة جميلة عظيمة وادي الفنت الجميل يا ولد المرضي ولكن إلى ضربة ركنية وتقدم النشامة بهدفين مقابل لا شيء هدف للنجم الكبير موسى التعمري وتكون خلف المنتخب السعودي مبروك للعراق 12 نقطة هم منظمين في الكرات الثابتة أو الكرات الواضحة لما الكرة تبقى متحركة التنظيم بيحصل فيه خلل كبير وهنا يمكن استخدامه وادي الضغط الجميل الثالث ولكن المنتخب الأردني على طول يستخلص ثم الباص الأمامي فرق السرعة موسى التعمري موسى التعمري
الثالث يا موسى. ولكن النجم الكبير موسى التعمري، شوف امتى بيكون راس حربة وامتى بيكون جناح. في الفينشينج بيروح على راس الحربة في مرحلة، هو ما بيسيبش حد، بيراقب كويس ويضغط كويس ويستخلص كويس. ادي الضربة ركنية اتعملت، يطلع دفاع باكستان على مرتين، يزن النعيمات، يزن يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا سعد، سعد يحيى السعد، سعد الروزان لاعب فريق الحسين ولاعب النشامة بخلفية جميلة الحقيقة، وظهره للمرمى وإحساس جميل بالمكان، بيشارك النهاردة بديلا لنزار الرجلان، يسجل هدف ثالث بكل إبداع ورؤية وإحساس بالمكان. سعد سعد يحيى سعد، الله 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 الله. بص بص الكلام، بص الكلام، إحساسه بالمكان كويس، تصرف كويس، ده كلام محترم، ده كلام محترم من يزن. راحت على طول لسعد، حطها في المرمى بوش رجله وظهره للمرمى تماما ليكون هدف ثالث للنشامة. نفس النتيجة، عمل محطة كويسة، عمل ديلي وكان ذكي جدا. ادي الباص الامامي، فرصه الرابع، سجل يا رجل فريد الله، وهو اللي بيخرج وينزل مكانه شياك دوست. يعني كان كل اللاعبين حالتهم كويسه واللي نزل هو اللي مش طبيعي مثلا، لكن طبعا المدرب هو اللي شايف. وادي الباص الامامي، السرعه السرعه السرعه، الرابع الرابع يا ولا، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، مش ممكن مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول. واحدة كونغ فو وإنقاذ من على خط المرمى، هجمة للنشامة عظيمة، الرابع الرابع، إصرار إصرار إصرار، إنه الإصرار يا سادة، النشامة فريق خارق للعادة. بص بص إحسان، أدي الكرة العرضية الجميلة، وادي موسى يسجل على طول هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع ل النشامة. لكن افغانستان في نفس المجموعة فازت على الهند، تاني على طول تحط في نص الملعب، سعد الروزان، سعد الروزان، وادي المرور، عيني يا خماسية، خماسية نور الروابدة، الروابدة يؤكد على قيمته ومكانته كلاعب كبير وعلوان، ويزن النعيمات، فرحة 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 فرحة. الآن يضرب بالخمسة وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، 5-0 حصلت من قبل في تصفيات كاس آسيا سنة 93 والآن تتكرر. مشاهدينا الكرام، علي علوان من بين الخطوط يعدي ويشوط ويسجل 5 أهداف اللقاء، برافو برافو، يا سلام يا يزن، يا سلام يا يزن. وعلي علوان سلام بالشمال، راح باليمين وشاط باليمين، عنده الخبر اليقين، الله الله الله، اختراق وانطلاق، فتحوا شوارع وانفاق في التصفيات المزدوجة لكأس أمم آسيا ولكأس العالم. ادي المرور تاني، شوف كم مرة، شوف كم مرة، شوف كم مرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بالستة بالستة، رقم قياسي، رقم قياسي تاريخي لمنتخب الأردن أمام منتخب باكستان، فازوا بالخمسة من قبل مرتين، هذه المرة يضرب بالستة، وموسى التعمري يسجل ثالث أهدافه إلى الهدف رقم 5 في هذه التصفيات بعد عمل جماعي جميل. فجأة أصبح موسى التعمري قلع طاقية الإخفاء وظهر في موقع رأس الحربة، وعدى ومر وفات وشاط ليتقدم النشامة بسادس أهداف اللقاء. مهرجان مهرجان رمضاني جميل للنشامة، 6-0، الاسيست جميل وهو تعامل بحرفية وبذكاء. ادي الباص اتعمل حلو، الاستلام الاولاني حضر، عمل خارطة الطريق لنفسه، منتخب القطري يتقدم بهدفين على المنتخب الكويتي المعز. علي كمان وكمان، السابع كمان وكمان، هنا النشامة، ولكن إلى ضربة المرمى. في كثير من المواقف مع المنتخب الأردني، السابع السابع، البديل الذهبي محمد أبو رزق، برافو يا محمد،
محمد بمهارته بموهبته لاعب الترجي التونسي. محمد لاعب للترجي التونسي، لاعب للسلية، لعيب موهوب موهوب موهوب. إذا محمد برزيق يسجل الهدف السابع ومهرجان أهداف للنشامة لم يحدث من قبل في تاريخ مواجهات الفريقين. رقم هو الأكبر في مسيرة النشامة، هدف يؤكد قيمة البدلاء ومشاركة البدلاء. تعاملت بخطة جميلة ورؤية جميلة وسنس جميل وسرعة جميلة. الروابدة عملها له بالمقاس ويدوب يرور ده واحدة. شوف الروابدة وهو بيعملها، بيعملها بميزان حساس، ميزان من ذهب عشان سرعتها. ربنا يبعد الإصابات عنهم كلهم مش بس الثلاثة اللي قدام، لأن الأردن كويسة بالثمانية اللي ورا مش بس بالثلاثة اللي قدام. لازم نعرف كده واللعيبة كلها تعرف كده. ودي فرصة هدف تامن ولا إيه؟ تامن ولا إيه؟ تامن ولا إيه؟ لا 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 لا، مهرجان مهرجان أهداف. خاف 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 أبو حشيش.